الناس ما بقاش عندها ادب. واحده ماشيه في حالها مال ومال. حق عليك. بنقول مش كل الطير اللي يتاكل لحم. بشاروش ده شاف عينك من بعيد لبعيد. وبشاروش ده طير ولا مش طير؟ طير. حلو. وانا الشبح. وبصير الطير يقع في حضن الشبح. اتأخرت كده ليه؟ مسافة ما اشتريت الحاجة. اهدى وقعوا منك. وقعوا منك؟ ليه؟ مسؤولة ولا سرحانة؟ يما بتعيطي على ايه؟ ما تتعيطي يا بنت. ما يا انتي بس محل في الراجل ده اللي عامل من ابو الروح برضه هو اللي وقع منك الحاجة؟ ولد بعجة لكن هو ده قال بعد كده بيشتم ويخزن. طب عداه العيب يبقى الراجل ما عملش حاجه بتشتكي من ايه؟ وفي رايحه والجايه سمعني كلام زي السن وابتدى يتجرأ وكان عاوز يمد ايده عليا. انا لازم اقول لاخويا حسن لما يجي. يا ندمتي تقولي لحسن؟ برضه كده اخوك حسن عصبي ودمه حامي ولو سمع بالحكايه دي مش هيحصل طيب. والتاني بلطجي وراه رضيع كتير. معلش يا بنتي انا اكلمه بالذوق وحبسته. سيدي حسن في حال قصة حسن. افندم اللانش فيه بنزين؟ سيادتك مليته امبارح يا فندم. ايوه صحيح. الهانم عايزه تتفسح النهارده. حاضر يا فندم. هرجع الساعة واحدة خدها. حاسس قوي وانت سايق. حاضر يا فندم. حبت تستحمى دور لها على حتة أمان. حاضر. ما تسمعش كلامها وتغوط لجوه. ايه ده كله؟ زي اللي أكون عيلة صغيرة. خايف عليك يا حبيبي. صباح الخير يا صاحبي. صباح الخير يا هانم، اتفضل. علينا احنا الاثنين. انا كمان بشتغل عنده وخيره عليا. مش ممكن. انا عايشه جنبه وقلبي بعيد عنه. انا حبيتك من يوم ما شفتك. متاكده انك بتحبني انت كمان. انا عمري ما بصيت للقمه اللي في ايدي. اذا لقيت اللقمه في بقك تعمل ايه؟ اكلها.